أهلا بكم إلى التقرير الاقتصادي. كشف مجلس محافظة القادسية عن ضغوط تمارسها جهات متنفذة مدعومة سياسيا من وزارة الزراعة للحيلولة دون إحالة هور الدلمج إلى أي مستثمر وإعادته للجهات المسيطرة عليه سابقا. وقالت عضو المجلس زينب العابدي إن هور الدلمج تسيطر عليه جهات متنفذة ومدعومة سياسيا منذ فترة، وبعد سحبه منها تقف دون الاستثمار فيه. وأوضحت أن الجهات المتنفذة والمسيطرة على الهور تقف وراء عرقلة الاستثمار في الهور رغبة باستعادة السيطرة عليها، على الرغم من أن عقد تلك الجهات المتنفذة لا يوازي قيمة وإرادة الهور. تعتزم وزارة المالية في بغداد إرسال رواتب موظفي كردستان العراق بعد انقضاء عطلة عيد الأضحى. وقال مقرر اللجنة المالية البرلمانية أحمد الصفار إن مسؤولي وزارة المالية أكدوا عدم إمكانية إرسال رواتب موظفي كردستان العراق قبل العيد، لأن عملية إرسال وصرف الرواتب تحتاج لعدة أيام من أجل إتمامها. من جهته أكد مدير فرع أربيل للبنك المركزي عابد صالح أن الحكومة في بغداد غير قادرة على صرف رواتب جميع الموظفين قبل العيد. يأتي هذا في ظل تذمر واضح من موظفي كردستان بعد تعمد تأخير بغداد رواتبهم على النحو الذي يراه الموظفون عقابا لهم. قال البنك المركزي العراقي إنه باع أكثر من 227 مليون دولار في مزاد بيع العملة الأجنبية بالجلسة المنعقدة اليوم بمشاركة 30 مصرفا وشركة واحدة. وأوضح البنك المركزي أن إجمالي البيع لأغراض تعزيز الأرصدة في الخارج بلغ أكثر من 204 ملايين دولار، فيما بلغ إجمالي البيع النقدي أكثر من 22 مليون دولار. وأوضح أن سعر بيع المبالغ المحولة لحسابات المصارف في الخارج والبيع النقدي بلغ 1190 دينارا لكل دولار. قالت وزارة الزراعة إن قرار منع استيراد عدد من المحاصيل النباتية والمنتجات الحيوانية ما زال مستمراً وبواقع 18 مادة. وأضافت الوزارة أن المواد الممنوع استيرادها عبارة عن 15 محصولاً وثلاث منتجات حيوانية. وأرجعت الوزارة سبب منع تلك المواد إلى وفرتها في الأسواق المحلية. يذكر أن الأنواع المحظورة والواردة بقرار الوزارة تدخل بالفعل إلى الأسواق المحلية بشكل غير قانوني من المنافذ الحدودية وبأوامر من متنفذين في الحكومة والميليشيات المسلحة. قالت دائرة صحة الرصافة في بغداد إنها أتلفت خلال شهر تموز الماضي أكثر من 23 طناً من المواد الغذائية الصلبة والسائلة لعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري. وأضافت الدائرة أن الأغذية ضبطت في الأسواق المحلية ومخازن الجملة في جانب الرصافة، وبلغت أكثر من 13 ألف كيلوغرام من المواد الصلبة وما يقارب 11 ألف لتر من المواد السائلة. وأشارت الدائرة إلى أنها قامت بسحب 330 من المواد الغذائية المحلية والمستوردة لغرض فحصها مختبرياً من أجل بيان سلامتها من ناحية الاستهلاك البشري، وأن 30 من هذه النماذج تبين أنها غير صالحة للاستهلاك البشري. الآن نتابع وإياكم أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن وحركة السوق النفطية.
بهذا نصل وإياكم إلى ختام التقرير الاقتصادي، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.